اللوب التانية حاسة لايقة على نفس الكومبو اللي انا عامله. احنا دلوقتي معانا لوب، اللوب دي ملامحها واضحه، لان انا لما جيت هحط اللوبس دي جبتها بعشوائي، وكنت مصمم ان انا مش عايز احضر حاجه واصورها، لا انا كنت عايز اعملها قدامكم عشان اوريكم طريقه التفكير ماشيه ازاي. فدلوقتي بقى احنا ممكن نخش على البرنامج اللي انا قلت لكم عليه اللي هو سبلايس، ونحاول نجيب نشوف بقى ايه بقى اللي ممكن يليق على ده، لان احنا عندنا دلوقتي الفكره بقت واضحه شويه. هنشوف. انا جيت هنا اخترت التيمبو بتاعي، جاب لي الريزلتس دي. طبعا زي ما انتم شايفين احنا لو جينا هنا وجاب لي، طبعا لسه ما اخترتش درامز يعني، بس انا اخترت درامز، جاب لي 13000 ريزلت في التيمبو اللي هو 80 ده. طبعا انت ممكن تستسهل وتقوم حاطط اي حاجه في اي حته وتمام، بس هي المشكله ان انت لو عملت كده ولا اي حد ممكن يعملها برضو، فانت مفيش حاجه موازنه انت عملتها. تاني حاجه انت ما عملتش حاجه كرييتيف وليها ايدنتيتي، انت شخصيا ما اضفتش حاجه، فدي برضو مهمه جدا لو عايز تسكسيد في الحكايه دي. تاني لازم يبقى عندك الصوت بتاعك، وهيخليك تعمل حاجات فعلا الافكار بتاعتها شبهك وصوتها زي ما انت عايز بالظبط، لان انت احنا لو حطينا اللوبس كلها اللي الناس جايباها دي مش فكرتنا، احنا بنشتغل بفكره واحد تاني. طب احنا ليه ما نفكرش نعمل زيهم؟ كده ان احنا ما نقدرش ننزل كل ما نعوز صوت ننزل نسجله ندفع قد كده عشان نسجله بتاع، محتاجين نشتغل بحاجات زي ماكت او نشتغل بماتيريال اللي هو تخلينا نعرف نبني حاجه، ولو احتاجنا بعد كده نسجل حاجه لايف لو في بروجكت مثلا سيريس ولا حاجه ممكن نعمل كده، بس يبقى عندنا الامكانيه ان احنا نقدر نعمل اي حاجه ونشيب اي صوت نخليه اي حاجه احنا عايزينها. هنجيب بقى كده نشوف، هنقعد راندوملي كده نشغل ونشوف ايه اللي ممكن يعجبنا. لسبب ما احنا عندنا هايتس كتير، بس لسبب ما ده مديني سباركل كده في الهاي اند، حاجة بتلمع كده عشان صوتها ناتشرال قوي، فاحنا ممكن نجيب الصوت ده نحطه بنفس الفوليوم اللي احنا شغالين بيه اللي هو ماينس 13 ده. لازم ناخده كله برضو. برضو ممكن نعمل حاجة ظريفة جدا، ودي كويس ان لقينا فرصة نشرحها، ان احنا تايمينج بتاع كل لوب مختلفة، هتلاقي مختلفة جدا عن اي لوب تانية، وده شيء كويس، لان زي ما قلت لكم برضو في الاول ان الحاجة لو كلها نازلة بالظبط على الجريد الموسيقى الروح بتاعتها بتروح، بس معنى كده برضو ان انت هي مش كل التايم يعني كل لوب جاي من حتة شكل، فالتايم بتاعها مش هيركب ماجيكلي على بعض، فانت محتاج ان انت الهيتس دي تنزل في مكان ميوزيكال على ودانك اكتر. فتعال نشوف بقى ممكن نعمل ده ازاي. انا باخد الترند، طبعا اي برنامج ليه طريقه، انا مش بحاول اشرح بالظبط انا بعملها ازاي انا في ابلتون، لان في برامج تانية ما يعني ما بتشتغلش بالطريقه دي، بس هيبقى فيها طبعا الكوانتايزيشن بتاع الاوديو ده هيبقى موجود برضو بطريقه ما يعني، بس هي الفكره كلها واحده يعني. هذه مثلا مضايقاني، حاسس ان هي ممكن نمشي بقى بشكل حر ونشوف اذا كانت تالي احسن كده، ودي برضو ممكن نعدلها. لا احسن، هنكتفي بدول بسبب ما اللي بعد يوم كلهم مظبوطين. ممكن ناخد دي كده ونكررها. انا مثلا عجبني جدا البريكايه دي، ممكن نجيبها نشوف ايه غيره بقى. او ممكن برضو مش لازم برضو نخنق نفسينا ونعمل اكزاكت رينج، ممكن نعمل رينج واسع مثلا، نقول اختار ما بين دول ونشوف هنعمل ايه، نشوف هيدينا ايه يعني. ممكن برضو نختار الجونرا شوية، ممكن نختار مثلا داون تيمبو او تريب هوب، نشوف هيحصل ايه. لو عملنا كده اهو شيل الداون تيمبو هنا، نشوف هيعمل ايه. هو البيت بتاعنا ده تريب هوب شوية. ممكن برضو ناخد نعمل بريكس من لوب مثلا فيها صوت، الصوت ده مش بالضروري يبقى جوه مش شغال يعني على طول، ممكن يبقى ناخده نستخدمه از بريك. تعال نشوف ازاي. ممكن يبقى اخر حته بس، طبعا ده يعني مش هيبقى كل تو بارز اكيد، بس لو افترضنا ان البيت بتاعنا كبر وبقى كده مثلا كده، فممكن دي تبقى في اخر حته بس. ممكن نشيل الكيكال في الاول دي،
ممكن نشوف بقى اللوب التانية اللي انا جبتها في الاول اللي قلنا فيها بريكاية حلوة دي. هنجيبنا الحتة دي على بعضها، احنا ممكن نلعب بيهم هم بس ونشوف ممكن نستخدمهم ازاي. طبعا دي الاوبن هاتس دي طبعا تبقى في اواخر الاربع المجموعات يعني سواء الاربعة او الثمانية. طبعا هنلاحظ ان ده ان دي فيها بيز كبير واحنا مش عايزين هنا بيز، خلاص كفاية كده. هنجيب برضو اكيو هنسمع كده يعني ظريفة، ممكن نحسن عن كده نشوف ازاي. صوتها غريب شوية الهاتس دي، مش مشكلة، بس التانية احلى بكتير فاحنا ممكن نثبت دي. ولو احتاجنا اي هاتس نجيب اوبن هاتس، ممكن نبروجرام بقى يعني انت مش كل حاجة تبقى لوبس طبعا، يعني مش قصدي ان انا ان اي حاجة لازم تبقى من لوب. بتكلم لو انت جربت كل حاجة وعملت بروجرامينج وحطيت الدرمز بتاعتك ورصصتها وزي ما انا شرحت في الحاجات اللي قبل كده وحسيت ان البيت لسه ناقصه حاجة، فساعتها ممكن تستخدم بقى التكنيكس اللي انا بعلمها لك من اول الحلقة دي. تعال نسمع كده. انا بقى في حركه بعملها، بجيب اي لوب مزيكا عشان اتاكد بس او احس ان البيت ده ليه معنى، بجيب اي ميلودي واحاول اجرب كده اشغل شوف لو جبت ميلودي عشوائيه مع البيت هيحصل ايه. لوبس المزيكا دي انا جيت شغلت مثلا دي، اقول مثلا دي مزيكا ار ام بي، فلو لو انا الاغنيه دي هحولها لار ام بي فالبيت ده هيليق ولا لا؟ يعني معظمه هيليق بس ممكن مثلا اهدي شويه يعني. اللوب التانية حاسة لايقة على نفس الكومبو اللي انا عامله. عشان البيت بقى زحمه نوعا ما فعايز مزيكا انرجيتك شويه، فاللوب دي مثلا المزيكا دي فيها هايب شويه او فيها يعني انرجي اكتر من اللي قبليها. التانيه هاديه مش عايز ده كله طبعا. انا ببقى عارف مثلا الستايل ده هيمشي كويس، لو عندي حاجه شبه الستايل ده بعملها ببقى عارف ان عملته ده كويس. بس الغرض من الحلقه دي ان انا طبعا انا عملت الكلام ده مليون الف مره قبل كده، ففي طرق تانية كتير قوي تعمل بيها الموضوع ده. انت تقطع اللوبس دي مساله فن جدا وبتديك كرياتيفيتي عاليه جدا وبتخلي الدرمز بتاعتك عمرها ما تبقى شبه السيشن التاني حتى اللي انت بتعمله، عمرها ما تبقى شبه حد بروديوسر تاني بيشتغل بطريقه معينه عمرك ما تبقى شبهه. ف يعني حاولت ان انا اجمع الافكار البيسكس اللي انا عارفها في الموضوع ده، والحلقه اللي بعديها بقى هنشوف اكزامبلز من حاجات انا عملها طبعا براحتي خالص ويعني من غير بقى مصور وكده، فاغاني انا عملتها اوريدي، فهنشوف الموضوع ان اكشن بشكل يعني احسن كمان من كده يعني. بس اشوفكم بقى الحلقه الجايه.